أنا مرتاح، أنتوا قلقين. الدولار متوفر بلبنان، والكلام عن أنه اللي عم نشوفه بتواصل اجتماعي بوسائل التواصل الاجتماعي أو أحيانا بالإعلام مضخم وله أهداف. الهدوء المصطنع، بهذه الكلمات يصف الخبير الاقتصادي دكتور محمود جباعي حال الدولار في الفترة الماضية. فبعد أن بلغ سعر الصرف اليوم عتبة 29 ألف ليرة في السوق السوداء، يؤكد دكتور جباعي أن لجم هذا الارتفاع مرتبط بمدى قدرة منصة صيرفة على ضخ العملة في الأسواق. اليوم سنصل أمر معلوم مؤخراً أن لجم ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة أصبح مرتبط فقط بمدى قدرة منصة صيرفة على ضخ الدولارات بشكل يومي، حتى تقدر تقلص الفارق بين سعر الصرف بالسوق السوداء وسعر الصرف اللي هي بتحدده. يعني هي بتحدد سعر الصرف 24-25، وسعر السوق السوداء وصل ل 38 بالمرة الماضية. لما تدخل المصرف المركزي وضخ دولارات على صيرفة، نزل السعر لقريب من منصة صيرفة، يعني سعر 27-500-28-27، هذا المقصود بتقريب سعر الصرف. يحمل دكتور جباعي المصرف المركزي مسؤولية ما وصلت إليه الأمور اليوم نتيجة الصرف العشوائي على منصة صيرفة. لقريب من منصة صيرفة، يعني سعر 27-500-28-27، هذا المقصود بتقريب سعر الصرف. ولكن من الواضح أنه كان في عشوائية بدفع هذه الأموال بشكل سريع، ما تنظمت مثل العادة. يعني نحن هيدا عتبنا دائما على السياسة النقدية بالبلد، ما في خطة واضحة لكيفية توزيع الأموال. اندفعوا فرض مرة، يمكن بخلال أسبوعين مصرف المركزي صرف أكثر من مليار دولار على منصة صيرفة، يعني مليار وشي 190 مليون دولار اندفعوا بأسبوعين ل 16 يوم تقريبا لمنصة صيرفة. طيب هذه الأموال مبلغ كبير مثل هيدا بيعادل تقريبا أكثر من 35% من اللي ما ناخده من صندوق نقد الدولي، يعني رقم كبير. فبالتالي كان ممكن نستفيد بهذا الأمر بأمور أخرى، بأمور قد تفيد الاقتصاد. حتى نقديا كنا فدنا المودعين، عملنا تنظيم للسحوبات، عملنا آلية محددة، كان طبعا الاستقرار النقدي بيصير أفضل. ولكن للأسف يعني اليوم هذه السياسات من المصرف المركزي بخينا صرف عندنا 100 علامة استفهام لهذه الطريقة، لهذه العشوائية، لهذا التسرع، لهذا الإهدار. فبيخدنا لعدة علامات استفهام، وبيخدنا لعدة تساؤلات ولعدة اتهامات لجميع من عم يتعاطوا بالسياسة النقدية بالبلد. وفرة الدولارات التي ستبدأ بالظهور خلال الأسابيع المقبلة مع بدء توافد السياح والمغتربين اللبنانيين مع بداية الموسم السياحي لن يؤثر كثيراً على وضع العملة الصعبة في البلاد. حتى كل الناطر يعرف شو ممكن يصير بسعر صرف الدولار، بكل بساطة مهما دخل أموال مغتربين من الخارج، مهما صار في تحويلات من الخارج، شو ما دخل أموال كاش إيكونوميكس على البلد بالدولار، إذا المصرف المركزي يعني الجهة الرسمية أو الدولة اللبنانية ما هن استلموا هيدي الدولارات وضبطوها وحولوها صح ونظموها، ما بيتأثر سعر صرف الدولار إلا بشيء بسيط، يعني بينخفض بشكل بسيط ويرجع بعاود ارتفاعه. ومثل ما شفنا هلأ، مجرد ما اتخذ قرار أنه خفضنا الصرف على صيرفة، سعر صرف الدولار بلش يرتفع، ومرجح أنه يرتفع أكثر مع مرور الأيام، وخاصة إذا صحت اليوم التقارير اللي عم بتقول أنه المصرف المركزي اتفق مع الحكومة على وقف بيع شركات استيراد البنزين الدولار على صيرفة، وطلب منها تذهب للسوق السوداء. يعني 15 مليون دولار يوميا حينطلبوا من السوق السوداء زيادة، يعني مزيد من الضغط على الليرة، يعني مزيد من الانهيار في سعر صرف الليرة وارتفاع سعر صرف الدولار. هذا أمر بالإضافة للمزود أيضا اللي صار على سعر كمان الدولار الفريش، كله حيخدنا لكوارث أساسية بموضوع سعر الدولار. وقع هذا الارتفاع سيكون كارثي على المواطن اللبناني بحسب ما يصف الدكتور جباعي في اتصاله مع الجديد، إذ أن القدرة الشرائية للمواطن ستنعدم، بالإضافة إلى اختفاء ما يعرف بالطبقة الوسطى. جاي فبالتالي إذا لم يكن هناك حلول سريعة بموضوع تشكيل حكومة، اتفاقات سريعة مع صندوق النقد، تكبير مبلغ المساعدات الخارجية أنه ما بيكفي، موضوع النفط والغاز اليوم اللي هو أساساً أساس حلول اقتصادية جذرية بالبلد، إذا صار في يمكن اتفاق أو ترسيم أو شرحنا لموضوع البدء بالتنقيب أو السماح للبناني يجيب شركات خارجية، كله قد يؤثر على كل العملية الاقتصادية والنقدية والمالية برمتها كلها. ولكن عدا عن ذلك لصراحة الأمور راح لأصعب وأخطر.
إذن المرحلة المقبلة لا تبشر بالخير إذا لم يدرك المسؤولين اللبنانيين حجم مسؤولياتهم، فهل وصلنا إلى قعر جهنم؟